سنة طيبين. مبارك سنة طيب عليك يا كابتن. بكره يا كابتن مباراه النهائي كاس مصر، بكره مباراه من المباريات المهمه بقالنا، يعني احنا لما بنبعد عن الكاس او عن البطولات شويه بتبقى عندنا او عند جمهورنا مشكله كبيره جدا، عايزين نكسب كل البطولات، ولكن في النهايه انت بتلاعب فريق قوي جدا الحقيقه، فريق بيراميدز، في مباراه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها من الناحيه الفنيه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه زي ما حضرتك قلت دي البطوله ال 38، نعم. ان شاء الله نحصل عليها غدا باذن الله تعالى. لاعبتنا والجهاز الفني عارفين يعني ايه قيمه المباراه بتاعت بكره. كولر طول ما كل يوم بيعدي بيبتدي ياخد فكره كامله عن كل لاعب، وبيعرف اللاعب اللي هو بينفذ الواجبات، بيعرف وبدي فرصه واثنين وثلاثه. طبعا الراجل جاي من اوروبا، فلاعيبه اوروبا تقريبا بيبقى بيدوا للمدير الفني 9/10 8.5/10 طول الموسم، ما بيبقاش فيه عمليه هبوط شديده مره واحده. فهو ابتدى يحط ايده، والدليل على كده انه في بعض الماتشات واخرهم من الماتش اللي فات مع غزل المحله ابتدى يلعب بثلاثه في وسط الملعب، والثلاثه مش شبه بعض، ده كلهم بيتميزوا ميزات كلها قريبه من بعض. من حيث التسديد هتلاقي ثلاثه بيسددوا، من حيث بناء الهجمه عندهم الحته ديت، من حيث الكرات الطويله عندهم الجانب ده، من حيث الكرات العاليه والالتحام، من حيث قطع الكره، كل الميزات اللي موجوده في وسط الملعب موجوده عندهم. الحاجه الثانيه وهي حته مهمه جدا، الراجل بيركز على اللعب الجماعي، ما بيركزش على في نجم او كده، لان ما عندوش نجم عنده. ولذلك هو يمكن في المؤتمر الصحفي اللي فات قال ايه؟ قال انا ما عنديش نجم، الفريق هو النجم. مظبوط. وما فيش حد ما بيأديش واجب دفاعي وانا هعتمد عليه في الفتره اللي جايه. كانت مشكلتنا ان في احيانا البعض ما بيأديش الواجب الدفاعي، وده بيبقى خلل غير طبيعي. فرقتنا ولله الحمد من تقدم الى تقدم، من تثبيت تشكيل الى حد كبير، وعمليات التغيير بتتم في اضيق الحدود. الماتش اللي فات يا كابتن يا عبد الرحمن غير ثلاث تغييرات في كل خط واحد. الماتش اللي فات خالد ده كويس جدا. نعم ده كويس. الكابتن بيقول ان هو مثبت التشكيل، يعني مثبت التشكيل، وطبعا ما بيعملش مغايره، على الرغم احيانا بيبقى في بعض الاصوات يقول له لا يعني ماتش غزل المحله ده ماتش سهل. طب لا يا حبيبي، ده دي بطوله، فانت الراجل عارف يعني ايه، وشاف الجمهور بتاع النادي الاهلي وقيمته. اللعيبه ولله الحمد عندنا من الخبرات سواء ال11 او الموجودين بره اللي هم الاساسيين اللي موجودين بره، عندهم من الكفاءه ان هم اللعب الجماعي بيتميزوا بيه. كل واحد فيهم لو انا بلاعب النادي الاهلي مفاتيح اللعب كتير قوي، ولله الحمد بفضل الله وربنا يديمها علينا نعمه، من اول الشناوي مفتاح لعب، الاظهره، السرد باكين، الثلاثه في نص الملعب، الفرود، الجماعه الاطراف اللي قاعدين بره، كلهم لو انا بلاعب النادي الاهلي مش هبقى محتار امسك مين ولا لاعب مين. فطبعا اللعب الجماعي دي هتبقى مهمه جدا، عمليه الثبات الانفعالي، وان انا وانا بادي المباراه بتاعتي عارف يعني ايه. الماتش ده 90 دقيقه ما فيهوش ماتش تاني، وبالتالي انا توزيع الجهد بتاعي، عمليه الضغط، لان فريق بيراميدز عنده نقاط ضعف وعنده نقاط قوه. نقاط الضعف، القوه، الضعف، نبدا بالنقاط الضعف اللي عنده. اولا بيلعب على المرتده، بيلعب على التسلل، بيلعب بيلعب على التسلل، بيلعبوا على خط واحد، ما بيعملوش عمق، لذلك دايما معظم الاهداف اللي بتيجي فيهم بتبقى دي طريقه باتشوكا كابتن، منه لما كان في الزمالك في المره الاولانيه هو بيلعب على حته الخط اللي واحد ورا، دي ثابته في دماغه. هو من كل المباريات، انا يعني انا اتفرجت على كذا مباراه الفتره اللي فاتت لبيراميدز، في مباريات بيلعب فيها ضغط امامي واللي هي بيلعب على مصيدة التسلل يا كابتن عادل، ولكن في مباريات اخرى لا. 80% من الماتشات بيلعبها على خط واحد. يلعب بهذا الشكل.